بنات جيت لكم بهدية لكل وحدة فيكم عروس متزوجة عندها مشكل ديال المناطق الحساسة، عندها الكحولية فيهم. اليوم وصفة خطيرة وخطيرة بزاف، ما كاينش شي مشكل معايا وما غاديش نلقى ليه لكم الحل. وصفة رائعة لتبييض المناطق الحساسة، كل شي كتشوفوه على عينيكم وقدامكم. جربتها البنات الوصفة اللي صاوبتها شخصيا مني اللي تبييض المناطق الحساسة ودرتها على الكوعين عندي فيهم مشكل. شوفوا البنات، شوفوا قبل وشوفوا بعد، شوفوا يجي. نتمنى تكون تتضح لكم الإضاءة. وصفة رائعة خطيرة، مكونات ما يمكنش ما يكونوش عندك في المنزل، اقتصادية. وصفات ديال البنات الشعب ديال المسكين، اي واحد يمكن يديرها. هاد الوصفه ما ديريهاش غير الوجه ديالك، عندك الكحوليه في العنق، عندك الكحوليه في يديك، عندك الكحوليه بالفخذين، عندك الكحوليه في الكوعين. هاد الوصفه غادي تهني منها، وصفه مجربه ومضمونه ب100%. غادي تنسي غتحطي جميع الوصفات وغتهزي هاد الوصفه وغتولي معتمده عندك. خليك معايا، ما تنسونيش بلايكاتكم وبارطاجي الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم البنات، السلام عليكم الغاليات، السلام عليكم يا احلى متتبعات ومتتبعين ديال قناه كوتار فلوغز. لاباس عليكم، اموركم بخير وعلى خير. نبداو النهار ديالنا اولا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير. شكرا لكم على تعليقكم، على لايكاتكم، على اي حاجه درتوها على قبل اللي خطيكم عليا. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم وصفة رائعة هدية لكل عروس متزوجة في تبييض المناطق الحساسة. شتي البنات، الا درتي هذه الوصفة وما بيضت لكش المناطق الحساسة لا مابقيتش ديري شي وصفة. وصفة مجربة ومضمونة ومؤكدة كي ديما، مكونات زوينين ما خفتو منهم حتى شي حاجة. هذه الوصفة ما ديروهاش فقط في الوجه، غديروها تحت الابطين، غديروها في الكوعين، غادي ديروها هنايا اللي تيكون عندو كحل، غادي ديروها بين الفخذين. المهم المناطق اللي كتكون فيها الكحولية وفي الرقبه كذلك، داك السوائل اللي تيكون هنا دقب الله رحمه الله. البنات اي بلاصه عندك في المنطقه في المناطق الحساسه عندك فيها الكحوليه دقب الله. ندوزو على بركه الله. قبل البنات ما تنسونيش عطاكم باللايكات وبالبارطاج باش هكا يستافدوا الناس وحتى نتوما يكون عندكم الاجر. يلا على بركه الله، خليكم مع المكونات. نبداو بسم الله على بركه الله في اول مكونات. البنات المكونات كنبغي نديرهم ديال البنات الشعب اللي في استطاعه الجميع، الله يكون في العون الجميع. كنبغي نديرهم لكم ساهلين اقتصاديين، واهم حاجه يكونوا دقه بطله وشي حاجه مجربه ومضمونه. اول مكونات اللي كنحتاجو وهي خميره الحلويات، ما كاينش شي دار ما فيهاش الخماره حمراء. البنات هذه الوصفه كي قلت لكم للتبييض وتحيد الكحوليه والسواد ديال المناطق الحساسه، ما خفتو منها حتى شي حاجه. هذه الوصفه انا ما نديروهاش غير لوجهنا، الرقبه، بين الفخذين، نديروها في الكوعين، نديروها في اي بلاصه عندك السواد في رجليك. المهم شي حاجه اللي زوينه. اول حاجه هي قلت لكم الكميه على حسب فين بغيتي ديريها. انا غادي نجرب معكم الوصفه كي كدار وانتم كميه لكم الواسع الاختيار. انا غادي ناخذ ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، الخمارة حمراء، خميره كيماويه وحمراء، كلشي كيعرفها. نتمنى ان البنات تكون كتضح لكم الاضاءه. غناخذ ملعقه، هذا هو اول مكون اللي كنحتاجو في الوصفه ديالنا. بالنسبه لثاني مكون البنات وهو سينيال، اي معجون ديال الاسنان، ومن الاحسن البنات اللي كيكون كيعطي نتيجه مزيان هو هذا السينيال. نتوما عندكم شي منتوج اخر او لا اي واحد ديال معجون الاسنان استعملوه. بالنسبه لي انا البنات كنستعمل هذا. بالنسبه للكميه، مهم كميه اللي غادي تجي مع دوك المكونات ديالنا. هذا هو ثاني مكون، انا غادي ندير المكونات كاملين يعني من بعد غادي نخلطهم. بالنسبه لثالث مكون البنات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه ديال اليوم وهي النشا. انا البنات دايره في هذه القرعه النشا اولا المايزينا، كل واحد اشنو كيقول ليها. ناخذ شي ملعقه اخرى. المهم البنات غادي ناخذ كذلك ملعقه بحال هذا الشكل ديال النشا. بالنسبه لدابا استعملت ثلاث مكونات كيف ما شفتوهم، استعملت خميره كيماويه واستعملت النشا واستعملت معجون الاسنان. اي معجون اسنان عندك، وكي قلت لك الا عندك هذا المعجون من الاحسن لانه كيزيل لينا التصبغات مزيان. بالنسبه للمكون الاخر البنات وهي هذا نوغايا. البنات هاد فازلين رخيصه ديال 5 دراهم ديال الكرارس، نتيجتها واعره في تبييض المناطق الحساسه. انا استعملتها وكي قلت لكم الوصفه عندي مجربه ومؤكده. غادي نديرو فيها حتى هي كميه، كي قلت لكم الكميه ديال هاد يعني هاد العناصر على حسب
فين بغيتي ديريها، ولا حسب واش بغيتي انت اختك وماماك وداك الشيء، كتري في المكونات. دابا انا غادي نوريكم الطريقه وغادي نستعملها. بالنسبه لاخر مكون معاش تخلطوها، بالنسبه للبنات اللي ما كيتحسوش او لا ما عندهمش حساسيه من الحامض، يستعملوا الحامض او زيت الحامض اللي عندكم. البنات اللي عندهم الحساسيه انا كنستعمل زيت الزيتون، ممكن تستعملي كي قلت لكم تستعملي الحامض، ولكن لا ما عندكش المشكل في لا عندك المشكل بحالي في الحامض، اللهم تستعملي زيت الزيتون. مهم ديري الكميه اللي بتجمع لك دوك العناصر وبتعطيك مكون واحد اللي غادي تستعمليه لينا، او اللي غادي تعطيك كريم. هانتي اللي غادي تخلطي دوك المكونات حتى تعطيك على شكل كريمه. هانتوما البنات كلشي كنديرو معاكم بالطريقه كي تنستعملو، بلا زواق بلا حتى شي حاجه. انا البنات كي قلت لكم درت الكميه اللي غادي تكفيني، وانتوما ليكم واسع النظر ديروا الكميه اللي تكفيكم. صافي غادي تخلطي مزيان هذوك المكونات حتى يعطيك على هذا الشكل، شكل كريمي. علاش البنات عطاني هذا؟ حيت السينيال ديالي انا اللون ديالو وردي، بالنسبه لا عندكم السينيال بيضاء غيعطيكم المنتوج. هانتوما البنات شتي الكريمه، هذا البنات هو التبييض الفوري للمناطق الحساسه. نتحدى اي وحده تستعمل هذه الوصفه في تبييض المناطق الحساسه وما غاديش تعطيها النتيجه. بالنسبه للبنات لطريقه الاستعمال، اول حاجه وهي غادي تاخدي المنطقه اللي بغيتي ديريها مثلا تحت الابطين. نتمنى البنات نكون كتسمعوني وتفهموني البنات. بالنسبه لتحت الابطين غتاخدي فوطه وغادي تنطفي المنطقه، ما ديروش هذه الوصفه قبل التنظيف. غتشدي تنطفي المنطقه مزيان مزيان مزيان، يعني تعطيها وقتها في التنظيف، كذلك بين الفخذين. من بعد ما تنطفيها مزيان غادي تابليكي فيها. ها انتم البنات كي تشوفوا راه تيولي على شكل كريمي وكيغبر لينا في البلاصه. ها انتم البنات كديري في هذيك المنطقه اللي فيها السواد تحت الابطين او الكوعين او يعني بين الفخذين، وغادي تابليكيه مزيان هكا مزيان. واحد النتيجه البنات ما نعاودش لكم. شتي الا شديتي شي كلينكس ولا شديتي شي حاجه غادي تلقاي لك حوليه ديك الساعه، غادي تخليها البنات لمده ساعه. البنات الله يعطيكم الصبر، خليوها لمده ساعه باش تعطيكم النتيجه، والنتيجه فوريه. مدة ساعة تخليوها، سواء قلت لكم في الابطين سواء في العنق ديالك اللي عندك السواد. البنات دابا الصيف كنبيو نتعراو، كنبيو نلبسو لي تيشيرت، نلبسو الكسيوات وداك الشيء، وتيجي هكا عيب العنق ديالك يكون كحال او لا تحت الابطين نتيجة عن الحلاقة او لا بين الفخذين او لا في الكوعين او لا هنايا البنات في المرافق ديالنا. هاد الوصفة البنات رائعة، غادي تبيض لك وغادي تنقي لك تما، وكذلك تتخلي رائحة واعرة البنات وكتبيض دقه ثلاث تبيض. ما يمكنش ديري هذه الوصفه مكونات غادي يكونوا متوفرين عندكم دابا يوانوضوا ديروا هذه الوصفه وحيدوا عليا من العجز. نتمنى البنات نكون شرحت لكم كل شيء وقلت لكم الطريقه. اللي ما عندوش الحساسيه من الحامض يزيد الحامض، اللي عنده شي زيت كيستعملها الطبيض يستعملها. بالنسبه لي انا كنثق في زيت الزيتون، وهذه الوصفه درتها بزيت الزيتون. ها نتوما البنات قدامكم كتعطي واحد النتيجه، واحد البياض، واحد الحاجه اللي غادي تجربوها وغتشكروني عليها. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، واكيد ما درتوش لكم طويل، خير الكلام ما قل ودل، وجربوا وتردوا لي الخبر. فيديو جاي ان شاء الله.